فهمتي هي البرنامج في الدقائق الأخيرة البعض يقول أنه لا يمكن تتحدث عن ديمقراطية ومؤسسات وآليات الديمقراطية وفصل السلطة وتداول السلم على السلطة، لا تغفل وحدة أساسية وهي المجتمع، المجتمع المدني ودور هذا المجتمع في بناء ديمقراطية في أي تجربة. نتحدث عن العراق أو العالم العربي بشكل عام، كيف ترى إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني لبناء ديمقراطية في بلده في العراق أو في غيره؟ هو أولا المجتمع المدني ضرورة أساسية لبناء ديمقراطية، ما فيش ديمقراطية بدون مجتمع مدني. حتى أعرف ربما للمشاهد الكريم ما هو المجتمع المدني. ببساطة المجتمع المدني هو تلك الكتلة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية التي تتوسط بين الشعب والجماهير وبين الدولة السلطة المركزية، هي الوسيط إن صح التعبير، تشمل النقابات والجمعيات الثقافية والاقتصادية، كل مجموعة تستطيع أن تجتمع وتلتقي حول محور معين ليست بالضرورة حزبا سياسيا وتنشط في ذلك الإطار، وبالتالي أركز على النقابات وعلى الجمعيات. صحيح إذا كانت الأحزاب السياسية الكلاسيكية في العراق ونحن نعرف جيدا أن أسسها العميقة هي ميليشيات عسكرية، ولما نقول ميليشيا يعني قتلت وقتلت ومؤيدية منطقة بالدماء واستخدم السلاح والعنف والأفضل أن تفكيرها هو استخباراتي عسكري، هو التفكير الاستخباراتي العسكري الذي يطغو على الرجل الميليشياوي على عكس الرجل السياسي. فبالتالي من الممكن للمجتمع المدني العراقي أن يسد هذه الثغرات وأن يلعب دورا كبيرا جدا لبناء ديمقراطية، فلنقل أن الديمقراطية ناشئة ولندعمها انطلاقا بالذات من المجتمع المدني. النقابات يجب أن تلعب دورا، اتحادات الطلبة يجب أن تلعب دورا، جمعيات كرة القدم يجب أن تلعب دورا، جمعيات السينما، جمعيات الثقافة، جمعيات الرسم إلى آخره يجب أن تلعب، اتحاد الكتب الإعلام يجب أن يلعب دورا. والخوف، كل الخوف هو دائما من الزاوية الطائفية لأي نشاط. يعني مش نقول هذه جمعية مثلا السينما في بغداد لابد أن يكون رئيسها شيعيا لأن الشيعة أغلبية، ونائب الرئيس لابد أن يكون سنيا، ومساعده والمسؤول المالي لابد أن يكون. هنا انتهت، هنا ننسف هذا الخوف، الخوف على التجربة الديمقراطية العراقية أو أي تجربة عربية. المشكلة أيضا في الديمقراطية اللبنانية ديمقراطية عرجاء، ما دام أنه رئيس الحكومة لماذا لا يكون رئيس الحكومة اللبنانية مسيحيا ورئيس الدولة سنيا أو شيء، أو يكون ما يكون، هو لبناني قبل كل شيء كما هو عراقي قبل كل شيء، يقدم نفسه على أساس برنامج وينجح ويمارس وينفذ برنامجه ليبين للآخرين مدى نجاعته، إن فشل فسيفشل في الانتخابات القادمة ويعوض بغيره، لكن ليس لأنه شيعي أو كردي أو سني. الدكتور ياسر صيداوي البحث في العلوم السياسية في جامعة جنيف، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. المجتمع المدني فقط، وقال تجربة لبنان، أنا عجبني أحد المفكرين قال أنه الطائفية في لبنان جاءت كلها لدعم النظام السياسي، لكن المشكلة في العراق أن النظام السياسي هو الذي أفرز الطائفية، فيعني فيه يعني فرق شاسع بين الأمرين. الطائفية بعد اتفاق الطائف وصلت إلى نظام معين في لبنان، وفي العراق لا، النظام هو الذي أفرز الوضع الطائفي. تفضل. يعني أنا المجتمع المدني وبناء الديمقراطية. طيب أريد أشير إلى يعني نقاط بشكل سريع حتى لا يخلص الوقت. بما أن الأستاذ أمير جابر يقول أن هذه الأحزاب لا تحكم ويحكم المحتل الأمريكي، إذا لماذا تؤيد هذه القوى الطائفية الاحتلال وسياساته، ولماذا تساهم مع الاحتلال في قتل العراقيين من الذين يقفون ضد الاحتلال؟ طيب هذه نقطة. ثانيا، العلاقة الطائفية القبلية للمجتمع الأهلي تقف ضد عاق أمام قيام مجتمع مدني، وهي التي تتحكم، هذه العلاقة الطائفية تتحكم في المال وتتحكم في وظائف الدولة وفي خدماتها وتتحكم في الوصول إلى السلطة. طبعا لأن هذه الأحزاب بهذه القوى الأوضاع متداخلة فيختلط العام بالخاص. الحقيقة الفساد هذا الذي يدمر الجانب الخلقي والسياسي والمعنوي والاجتماعي ويدمر كل شيء يتعلق بفئة كونت رأس مالها من النهب والصفقات الوهمية والعمولات والشراكة المموهمة على المستفيدين من إقطاعاتها الإدارية اللي تحصل بالعراق. هي حقيقة فئات
طفيلية ضد المجتمع المدني، نمت سريعا في بيئة داخلية متعفنة، ولقد قدمت مساهمات في إضعاف الدولة وفي إضعاف الاقتصاد، وقد يحين زمن أن تحاسب في هذه القوى الطفيلية على ما اقترفته أيديها في البلاد والعباد، فيما يخص البلاد والعباد ضد الدولة والاقتصاد. ولكن الزمن اليوم حتى اللحظة، أعني زمنها، ما أريد أشير فقط هذه النقطة الأخيرة، أنه أحزاب الطوائف التي تلغي إمكانية قيام مجتمع مدني لا تعد تمثيلا حقيقيا لما يمكن أن يقوم من تحديث في المجتمع. لذا تتجه هذه الأحزاب لتكوين قشرة مجتمعية طائفية كاذبة زائفة على صورتها، لا تمثل إلا ظل دولتها الطائفية على سطح المجتمع. الدكتور علي الربيعي، السياسي والباحث الأكاديمي العراقي، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ أمير، المجتمع المدني وبناء الديمقراطية، العراق نموذجا، تفضل. كما قلنا، المجتمع المدني يجب أن ينبع كما تفضل ضيوفك من خلال طبقات المجتمع. عندما ينهض هذا الشعب الذي ذاق الويلات، وأنا واثق الله سبحانه عز وجل سيمكن هذا الشعب وهذه الفرص الربانية وهذا الانكشاف وهذه الوسائل الإعلامية لتهلك من هلك عن بينة وتحيي من حيا عن بينة، وكأني أراها كالنار التي تصفي الذهب من المعادن الشائبة، إن شاء الله سوف يخرج جيل يطهر هذا العراق وينهض بالعراق بإذن الله تعالى. لأن العراق إذا تقسم سوف تتقسم المنطقة، وعلى المنطقة والمحيطين بالعراق أن يساعدوه على أن يتوحد، فهو لن يشكل ضررا على أحد. التقسيم هو الذي، والتجزئة هو الذي يدمر العراق ويدمر المنطقة. وشكرا لكم. الأستاذ أمير جابر، السياسي والأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، أشكرك جزيل الشكر. انتهى وقت البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.